السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب العالمين بحبنا جميعا أن نكون متوكلين عليه. إن الله يحب المتوكلين. وأحيانا لما يصير في عنا نوع من تعلق بالأسباب أكثر من تعلقنا بالله سبحانه وتعالى، وتعلقنا بالمخلوق أكثر من تعلقنا بالخالق، رب العالمين بيصيبنا بنوع من الحرمان لحتى نحس بقلبنا انه يا رب ما إلنا غيرك، لحتى نوصل لمرحلة من المراحل نكون من 70,000 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما صح في الحديث، وآخرهم وعلى ربهم يتوكلون. يكون عندك التوكل الكامل على الله سبحانه وتعالى، مش متوكل على سبب من أسباب الدنيا أكثر من الله. بعض الشباب بيفتح مشروع صغير على قده وبيبلش باعتماداته على المخلوق، بيعتمد على الإعلان وعلى الدعاية، بيعتمد على أصحابه، بيعتمد أنه فتح بمكان مناسب وموقع استراتيجي، وبيخلي اعتماده على الله سبحانه وتعالى آخر الاعتمادات وآخر التوكلات. ورب العالمين ما بيحب العبد هيك، بيحب العبد يكون توكله على الله أولاً ثم على الأسباب ثانياً. بيفتح المشروع بلاقيه ما عم بيمشي، ببلش الحرمان بتضيق على العبد لحد ما يوصل لمرحلة يا رب فرجها من عندك، يا رب ما إلي غيرك. بيوصل لمرحلة التوكل، بينشحن القلب، فرب العالمين بيفتح عليه وبيعطيه بعد ما يكون رجع له إيمانه الكامل وتوكله على الله سبحانه وتعالى. أحياناً الإنسان مع زوجته أو الزوجة مع زوجها بكون اعتماد على الحياة الزوجية على أصل الحب بيناتهم، مش متوكلين على الله سبحانه وتعالى أنه يحفظ هالأسرة. الشاب معتمد على نفسه أنه هو رومانسي وبيجيب دباديب وبيجيب كلام حلو، أو المرأة معتمدة على نفسها أنه هي جميلة وذات دلال وألف واحد بتمنوها، وسبحان الله مع الوقت بتلاقي القلوب عم تنفر من بعضها. الشاب بحاول أكتر يقرب من زوجته، لربما الزوجة بتحاول أكتر تقرب من زوجها، بتظبط حاله وبتعمل وكذا. هوني عملنا التوكل على الله بأمر القلب آخر أنواع التوكل، اعتمدنا على نفسنا، فرب العالمين يذيقنا نوع من أنواع الحرمان. ارجع يا عبد لحتى توصل تلاقي بيتك حينهار، وتوصل لمرحلة يا رب أنا ما إلي غيرك. فوقت بترجع القلوب، ما تواد اثنان كما صح في الحديث، ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. استغفار وتوبة وعودة إلى الله سبحانه وتعالى، ويا رب بتكتر أنت من الدعاء اللهم ألف بين قلوبنا، فتأليف القلب والحب والبغض من الله سبحانه وتعالى، وقلب شريك حياتي بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأنا بعتمد على رب العالمين أنه يضل بيتي باستقرار وأمان وحب لما أتوكل على الله سبحانه وتعالى. احيانا لما انت تتوكل على الاسباب بامور الزواج، بدك تروح تطرق البيت من الباب بس ما عندك ماديات، بس ابوك وعدك يساعدك وصاحب الشغل اعطاك تامين وكذا، اعتمدت على المخلوقات، فبتحس الدنيا كلها تجمعت عليك، عم تركض 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 بس ما عم توصل. لازم ترجع تعتمد على الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، كانه هالاسباب ما موجوده. موجود الأسباب بدك تسعى لها، بس كأنه اعتمادك وتعلقك على الله ما في شيء موجود. ثلاثة على حق على الله عونهم، حديث صحيح. ومنهم طالب النكاح يريد العفاف، أنا بدي العفاف ما بدي أروح بالحرام. فلما أرجع أتوكل على الله وأقول أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المزيكين في مجموع حالاتي، رب العالمين أذاقك التوكل، اعتمدت على الله، فبيرجع رب العالمين بيفتح عليك. لو تخلى عنك كل الناس أحيانا بكون رب العالمين بده يخليك تستشعر قوله سبحانه وتعالى فإن تولوا، بعدوا عنك تركوك لحالك. ليه؟ فقل حسبي الله، لازم أرجع لرب العالمين، لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لما ترجع تتوكل على الله سبحانه وتعالى حتى بدراستك، ما بينفع أنت تيجي يوم الامتحان تقول أنا متوكل على الله وخلص ورب العالمين هيخليني أنجح وحيفتح علي فتوح العارفين، وأنت ما آخذ بالأسباب.
لا انت هيك ما توكلت على الله، انت كنت متواكل. رب العالمين بده اياك تتوكل حق التوكل وتبذل الجهد وما تيأس. احيانا بتقعد قدام الماده بتقول انا هالماده ما حافهمها، لا اعتمد على الله سبحانه وتعالى وتوكل عليه ورب العالمين حيفتح عليك. ناس كتير حاولوا لما بلشوا يقرأوا القرآن وجدوا فيه صعوبة، ويحفظوا القرآن وجدوا فيه صعوبة، لربما بالصفحة الواحدة يقعدوا يوم كامل. بعد هيك صاروا من الحفظة، وصاروا من الحفظة بالقراءات العشر. فأنت توكل على الله سبحانه وتعالى، حط نصب عينك أنه أنا في قمة الضعف أمام الله سبحانه وتعالى، ورب العالمين هو الذي ييسر لك الأمور. يا رب أنا أبذل الأسباب وأفعل ما علي بموضوع الرزق، بموضوع العلم، بموضوع الزواج، حتى بموضوع الأولاد، كيف أنجب الأولاد، أبذل الأسباب. والتوفيق على الله سبحانه وتعالى، بهذا يحبك الله، تكون ممن إن الله يحب المتوكلين، وتكون بإذن الله من 70,000 الذين يدخلهم الله الجنة بدون حساب ولا عذاب. أسأل الله أن يجعلني أنا وإياكم منهم، وكل من تابع هذا المقطع ونشره بين الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.